عصير الباناتشي من العصائر الرائعة جدا عندنا في المغرب والمعروفة. باناتشي ما معناه الخليط أو الحاجة اللي فيها خليط فيها حاجات عناصر كتيرة جدا. ممكن نعمله بعناصر بسيطة بس أحلى أو أحلى الباناتشي اللي ممكن تاخده اللي يبقى فيه مكونات كتيرة جدا، تستفيد من فيتامينز كتيرة جدا، بتاخد حاجات كتيرة قوي من العصير ده، بيبقى كأنه وجبة متكاملة أو غذاء متكامل. أنا خدت هنا النهاردة خوخ، تفاح أحمر أو أصفر أو أخضر براحتنا خالص، بس يفضل اللي هو يا الأحمر يا الأصفر. الأخضر هيديكم مزازة فيه شوية بس هينفع برضو. كمان عندي أفوكادو اللي هي الأفوكا، فراولة، توت، احنا في المغرب نقول لها توت، فراولة مجمدة احنا عارفين انه مش السيزن بتاعها او مش وقتها دلوقتي فواخدة المجمدة. عندي للتحلية واخدة عسل، ممكن لو حبيتوا سكر براحتكم خالص زي ما تفضلوا. كمان هنا واخدة اللبن بتاعي حليب عادي جدا اللي هو اللبن. كمان عندي زبادي اللي هو الياغورت مسوس. عندي مكسرات، اي نوع مكسرات بقى انتوا ضيفوها براحتكم خالص. والموز، هاخد اول حاجة الموز بتاعي اهو، ونجيب معلقة هنا وننزل بيها الحاجة. طيب وهاخد كمان الحليب اهو بالشكل ده، هاخد اللبن والحاجة، الحاجة بتاعتي ايه؟ الحاجة بتاعتي انا ممكن اتحكم بدل اللبن مثلا اخليه عصير برتقان، احنا غرقنا الدنيا هنا، ممكن نخليه عصير برتقان بدل اللوز وعين الجمل، العين جمل اللي هو الجرجاع عندنا في المغرب، ممكن تخلوه براحتكم خالص فول سوداني، ممكن تخلوه بندق، ممكن فستق، اللي تحبوه، ممكن تدخلوا معاه فواكه مجففة براحتكم خالص زي القراصية اللي هو البرقوق، زي المشمش الناشف، براحتنا خالص زي ما نحب. هاخد بقى المكسرات بتاعتي والفاكهة بتاعتي اهو، نحط الياغورت اهو بالشكل ده، وهاخد نسبة من هنا ونسبة من هنا شوية شوية، بس هنشوف عشان ايه، خلينا نطحن شوية وبعد كده نرجع نقسمهم على مرحلتين عشان يتطحن معايا وعشان يدوب يكفيني الكاس بتاعي او المطحنة بتاعتي. طبعا زي ما انتوا شايفين قللت الكمية حاجة بسيطة جدا، وزينتهم بشوية كريم شانتي. العصير باناتشي بتاعنا بيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب هنا واخدة مكسرات مشكلة خالص بأشكال مختلفة، لوز على زبيب على فستق على عين جمل على كل حاجة، زبيب أسمر، يعني كل حاجة عاملينها هنا بالشكل ده،